مع الذكرى الخمسين لنصر اكتوبر العظيم وفي اليوبيل الذهبي لعودة أراضينا، حكى السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الطائرة الخاصة اللي أرسلها السادات لسوريا أثناء معارك اكتوبر. يا ترى إيه سر الطائرة الخاصة دي؟ وهل فعلا السادات كان بيحضر للمواجهة من سنة 67؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في التقرير ده من خمسة بالعربي. قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد إن السادات بعت طيارة خاصة لسوريا وقت حرب أكتوبر، وتحديدا في يوم 8 أكتوبر سنة 1973. حضر السفير السوفيتي في القاهرة للرئيس السادات وبلغه رسالة إن سوريا بتطلب وقف إطلاق النار وإنها تعرضت لخسائر في الجولان والهجوم توقف. وقتها الرئيس السادات رد على السفير السوفيتي وقال له نشك إن سوريا طلب بتوقف إطلاق النار لأننا بننسق معاهم على أعلى مستوى ولن يتم وقف إطلاق النار. وكمل كلامه وقال إن مصر بعتت سرب من مقاتلات ميك 17 لسوريا للمساعدة في ضرب إسرائيل من الشمال. بالإضافة لكده بعت السادات مبعوث للرئيس السوري الأسد اللي أكد إن الوضع العسكري جيد وما طلبش وقف إطلاق النار. ووضح أبو الغيط إن السفير محمد بسيوني كان ضابط مخابرات عسكرية وأرسله السادات بطائرة خاصة لمقابلة الرئيس السوري الأسد وتأكد إنه مفيش نية لوقف إطلاق النار، وأكد إن السوفيت كانوا خايفين من الاسترخاء العسكري وكان عندهم سوء فهم للي بيحصل وخوف من وقوع مواجهة مع أمريكا. وكشف أبو الغيط أسرار جديدة عن حرب أكتوبر 1973 وقال إن أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق لعب دور مهم في سياسة مصر الخارجية، ونوه إن رسائل الرئيس السادات اللي كان كتبها الدكتور أسامة الباز علاوة على صياغته للخطب والرسائل للرئيس السادات كمان، وعلق إن الفريق محمد صادق والفريق أول أحمد إسماعيل كانوا أحدث من محمد حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي، ولفت لأن عبد الناصر والسادات كانوا مدركين وبيحضروا للحرب من سنة 1967 لغاية سنة 1973 من خلال عمليات في سيناء. وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه كان معاون لكل وزراء الخارجية من سنة 1977 لحد ما تولى حقيبة وزارة الخارجية في سنة 2004، وقال أن كل وزراء الخارجية كانوا بيعتمدوا على دكتور أسامة الباز وكان يجب كتابة يوميات التاريخ علشان ما يتسبش للباحثين ويتحط على رفوف المكتبات باعتبار ان كل وزير خارجية ليه كتب خاصة بيه. وبخصوص يوم 30 سبتمبر سنة 1973 قال ابو الغيط اطلعت على محضر جلسة 30 سبتمبر الخاص بالحرب واللي ترقصه الرئيس السادات واللي اكد وقتها على انه لابد ان يسلم الارض محررة لمن بعده. وكان عبد الهادي مخلوف مستشار الامن القومي وقتها شخص متزن وعاقل وعارف كل شيء وما بيتكلمش عن اي أمر يخص الحرب. واختتم أبو الغيط كلامه بأن مخلوف طلب منه فتح خزنة بتحتوي على كل الوثائق والمعلومات السرية اللي بتخص مستشار الأمن القومي، والمعلومات دي كانت ملك الدولة ومن الضروري أرشفتها عسكرية وسياسية، وطلب مني تنظيمها. واحتجت عمل 10 ساعات يوميا على الأقل وتم تفرغي للمهمة الشاقة دي.